لا تدور التساؤلات دوما والاستفسارات حول الأغذية المسموحة والممنوعة لمرضى الكلى عن ما هو مسموح وغير مسموح، ما كمية البروتين والمعادن اللازمة لهم. لنتعرف أكثر عن هذا الموضوع معنا أخصائية التغذية سواب الغبرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا يا فيكي. هلا نور، صباح الخير، أهلا أهلا وسهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية بصير وما بصير، وفيك وما ممنوع فيك مظبوط تاكل، وممنوع ومسموح. خلينا نحكي من الآخر، شو هن التغذية الصحيحة لمرضى الكلية؟ هلا. اول شيء بتتفاجئي بمرضى الكليه انه اول شيء ببلشوا يمنعون ممنوع ممنوع. اول شيء بيكون مثلا تعب كلوي، بعدين قصور كلوي، بعدين فشل كلوي. بتستغربي بحميه الكليه انه وقت بيصير لا سمح الله الغسيل بيفتحوا لهم كل شيء بقى على صح. مصراعي. هو هذا الحكي يعني نحن نتاسف ونحكي فيه. مريض الكليه بالذات نحن من اولى بعلم التغذيه من اصعب حميات التغذيه هو وقت بيجيكي مريض تغذيه على عيادتك، او عفوا مريض كليه على العياده. الفكره اللي هي نحن بدنا نحكي فيها انه مثل ما قلنا هلا شوي انه مقسوم لا تاكل وصحيح لا تقسم وكل لا تشبع. يعني حتى دكتور الكليه اللي حامي بعد 3 اسابيع من الحميه بوقت بيشوفه كيف عم يدوب ككتله عضليه وممنوعات ومسموحات، وبدك تحطي اله حاسبه قدامك على السفره مشان تقولي قديش هذا في بروتين قديش في. تصوري الكليه غذاء الاساسي لها الماء، حتى في بعض انواع من انواع القصور بدك تحددي لها قديش في مي، قديش بالخيار في مي، قديش. لذلك نحن جايين نسهل شوي على مريض الكليه، حنمسك العصايه من نصها، حننبه على نقطة إنه في ترتيب لأغذية الأعضاء. يعني ممكن أنا هلأ يكون عندي مريض مثلا مريض كبدي وبنفس الوقت مريض كلوي، الكبد تغذيته أهم من الكلية، نبدي غذاء الكلية على غذاء، عفوا بدي غذاء الكبد على غذاء الكليه. يعني كثير بدها يكون في نقاش بين طبيبه وبين الفكره الاساسيه مع مريض الكليه. كثير بتلاقي مريض ما كان عنده اي مشكله كلويه بس من وراء ادويه الضغط صار بلش القصور وبلش شيء. مريض السكر بيكون بحالة كلية سليمة بتتدرج السكر وما بيكون ضبط للسكر، كمان يعمل أحد أنواع مثلا القصور الكلوي. هاي القصص بيكون مريض الكلية بيتفاجأ أنه أنا وين مشكلتي، لأنه هي من أهم أعضاء تصريف الأدوية في جسم الإنسان والسموم في جسم الإنسان. حتى حنحكي شوي قديش علاقتها بالسمنة، لأنه إذا تعبت ببلش الجسم يحبس مي، يرتفع حمض البول، هذا كله خوافض استقلاب للجسم، فبيصير مثل بالون المي الإنسان. حتى مريض الغدة الدرقية كثير بده يراعي كليته لانه هو قابليته للتنفيخ واحتباس السوائل اكثر من غيره. طيب خلينا نحكي مثل ما قلنا يعني حميه كثير قاسيه عم تكون، فنحن عم نحاول نخفف نوعا ما على مرضى الكلى هي الحميه الغذائيه. خلينا نحكي عن الكميات المسموحه، مثل ما قلتي نمسك العصايه بالنص بس بطريقه نوعا ما نريحهم نفسيا، لانه كمان ضغط نفسي وكبير عليهم، مثل ما قلتي هي اهم عضو بالجسم فبتأثر على جسمك بشكل كتير كبير، بتنعكس على نفسيتك بشكل عام. هلا أول شيء هو المشكلة اللي بيعاني منها هو تحديد البروتين وتحديد الأكلات اللي فيها البوتاسيوم، والبوتاسيوم بفوت بمعظم الخضار والفواكه. البروتين بتعرفي قديش مهم للكتلة العضلية، وقت بيتحفز عنا يا القاعدة الأساسية نحن بنشوف كتلته قديش وزنه بنحسب له على أساسه قديش نسبة البروتين اللي تعطى، حيكون أقل من نسبة الإنسان الطبيعي بنفس الكتلة بمعدل تقريبا نقول نخفضها 40% لنسبة البروتين. هلا هي قواعد بيحكيها أخصائي التغذية، بده يفوت هو وياه بيقيس له وزنه كتلته العضلية هالأمور، هي بنشوف تحاليله على الأساس، كمان الدكتور بده يكون عامل الأوردر إنه نسبة اليوريا ما بدها تتجاوز هيك فلازم يكون عندنا هيك بروتين. هي بدها تتناقش بين المريض والأخصائي والدكتور تبعه. الفكرة اللي أهم شيء إني نحن نحكي هلا عن الأكلات اللي فيها نسبة بوتاسيوم أقل نوعا ما من باقي الفواكه حتى يرتاح المريض اذا جاع يلاقي شغله عندك اياها تريح له قلبه. هلا نحن بنقول التفاح شوي امن لمريض الكليه، الخيار شوي امن لمريض الكليه الا اذا كان وصل لما قبل الغسيل، فنحن بنحدد له حتى نسبه المي قديش بدها تكون. مريض الكليه ما لازم يشرب الماء على دفعه واحده، لازم يشرب عندي اياها على عده دفعات. عم نحاول نحكي على الناس اللي عندها قصور وفشل، ما عم نحكي عن الرمل والحصى والقصص هي، لانه الكليه امراضها متعدده وكثير جانبيه. في اهم شيء بدنا نقول الوصفه
السحريه للكليه اذا بدك تكافئي كليتك. وعم نحكي هلا مو اللي بده يهتم بالموضوع اللي هو انسان فقط عنده مشاكل كليه، ليش انا وصل لكليتي لمراحل عندي اياها فيها تعب، خاصه الناس اللي عندها مثلا ادويه التهاب قويه، ناس اللي متعوده على الديكلونات كثير، هي ديروا بالكم من هاي القصه. الوصفه اللي بترفع مناعه الكليه هي بعصير البقدونس والليمون، هي وصفه سحريه للكليه سواء كان في عنده مشكله بالكليه ولا لا، حتى دكاتره الكليه بتنصح فيها للحمايه الذاتيه. هي هي رائعه جدا لغسل كل شيء املاح سامه للكليه، بيعطي الكليه معدن اسمه السيلينيوم رفع مناعه وتنظيم للكليه. اللي بيحافظ على هالمشروب طول حياته مهما بلغت الادويه من اضرارها، لا سمح الله تعرض ليوم من الايام لمرض ضغط او شيء، كليته محصنة. البقدونس والليمون وصفة سحرية لتأخير البلوغ، لمناعة الكلية، لتنزيل الوزن، لطرد السموم من الجسم. نحن كلياتنا بنعرف انه في عنا ادوية طردة كلوي وفي طردة عندها كبدي، كتير بدي اهتم بهالعضوين، عضوين صرف تماما. عفوا على التشبيه، كيف التصريف الصحي بالبيت؟ عندي هالبلوعتين هدول لا سمح الله صلن اي شيء ممكن اضرب صالون فيهم. فانا الفكرة الاساسية كتير اهتمامي بالكلية بالكبد، بحافظ على جسم لا يستطيع أن يهرم حتى لو لفترات طويلة من الزمن. الإنسان شبابه مو فقط بمدة عمره، كيف يحافظ على هالنعمة اللي الله آتاه إياها. صح، هي أهم شيء. حنعيد الوصفة بس لأهميتها. سبع عواد بقدونس بتنضرب بالخلاط مع كوب ماء أو نص كوب ماء عندي إياها، مع شوية عندي عصير نص حامضة أو نص ليمونة. فهذا المشروب العواد فقط، العواد مع الورقة، مع الورقة فيها مغسولين سبع عواد ليمون، وهي بيتاخذوا فنجان يوميا بين الفطور وبين الغداء او بين الغداء وبين العشاء، رائعين جدا. بركز على هذا الوصفه هي خاصه اذا كان عندنا ادويه التهاب قويه او ادويه قويه او ادويه ضغط، هي بتحافظ على هو ما بضر اذا اخذهم. يعني هي شغله مثل السحر للجسم، ان كان حتى ما عم ياخذ ادويه. هي شغله مفيده للجسم، بحافظ على شعر سليم وكل ماده السيلينيوم والحديد اللي بقلب البقدونس واللي بيحفز تفاعليتها. الليمون عندك اياها رائعه. طب اذا كان نقع؟ لا ما بيصير. افضل انك تضربيها وهي مو بالحراره، يعني الخلاط شو بيفيد؟ بيطالع لك هي الماده العصاره الخضراء اللي بالبقدونس تتفاعل فورا مع الليمون، فهذا اللي هي فائدتها ومع ما غليتيها وما لها طعمه سائله، وقت بتغليها بصير بيطلع مرار البقدونس. صح. تماما بهالقصه هي، وبتتفكك بعض المركبات المهمه. نعم ثواب، خلينا نحكي بنقطه يمكن بتصير كثير من الاحيان انه ياكلوا او يتم تخبيص بالاكل يصير في مشكله فجاه، شو لازم يتصرفوا مرضى الكلى ينقذوا حالهم لا سمح الله اذا اكلوا شيء او صار عندهم نوع من عدم الامتصاص الدوائي؟ خلينا نحكي هلا، شوفي هلا في حال بالبيت لبين ما يتوجه للدكتور. هلا الاكثر شيء الاسعافي اللي بيوقف الانسان عن عمله هي هجمات الحصى، هي بنقول مثل وجع الطلق. صحيح. يعني حتى واكثر وجعتين ما بيقدر يتحمله الانسان، حصل مراره وحصل كليه، هي اذا تحركت نزلت على الحالبين خاصه، وحاجه احيانا تكوني عم تاخذي دواء يعالج هي، بتتحرك بتقوم بتخرج المجاري البوليه والمجاري التناسليه. هي بهي الحاله هي اول شيء يعمل فيه انه لازم تقبضات العضلات تفك اول شيء قبل ما يشرب اي شيء مرخي عضلي، يندهن منطقه التشنج تنلف بمنطقه هيك شوي حاره، يوقف عن الحركه شوي نوعا ما حتى ما يزيد التخرج، يشرب المي بشويه بكميات يعني قدر الامكان لبين ما يروح على المنطقه اللي بدها تسعفه. الفكره الاساسيه هي الام شديده مبرحه، فاول شيء اللي هو الاسعافي له هو رخي العضله، دهن مرخي عضلي. النقطة الثانية شرب ماء بشوي بالتدريج. النقطة الثالثة الشغلات اللي بيهمني أمرها البابونج والنعناع كتير بتفيد. في حال عندك الإسعافيات القصور، ما في بالقصور بالفشل، ما في حالة إسعافية حيكون عندك إياها حيفهم المريض، لكن إذا ارتفع حمض البول اول شيء عندك يا بالقصور والفشل، اول شيء حيحس انه حيحك جسمه، حيلاقي حكي لانه ارتفاع حمض البول. النقطه الثانيه حمض البول سام لتركيز الدماغ، فحيبلش يخربط بالتركيز، يعني بيقولوا له الشبك خربطت، لا في اي شيء هو ولا لا، حمض البول هو بيضرب مراكز العصبيه بالدماغ، فبيصير تواصله بالافكار يعني نوعا ما فيها خربطه، مو انه لا سمح الله زهايمر او اي شيء، بيحس حاله نسي مفاجاه التركيزه يعني. فهي الاشياء هي الاسعافيه فورا بده يطلع بده
يعملوا له تحليل الكرياتينين، حمض البول، البوله، هاي القصص هاي كلياتها خفضه بدها تكون باشرافات طبيب بالسيرومات اذا كانت عاليه. لكن الحل الغذائي اول شيء هو الرمان، عصير الرمان خافض حمض بول بالجسم، فبتلاقي هاي. لكن انا بخاف انه الرمان هو فيه بوتاسيوم، فالفكرة الأساسية نحن برجع بقولنا نمسك العصاية من نصها. في حلول إسعافية سريعة وفي حلول لا، لكن أنت وقت بتلاقي كلية عم صارت بمرحلة الفشل وطلع حمض البول، أول شيء رفع التركيز بالماء. يعني هذا اللي هو الحل المعين حتى ما نكون كمان تجاوزنا حدودنا بشيء فيها بوتاسيوم. لكن الخافض البول بالدم بأي شيء بغذائيا منخفضه بالرمان. تماما. هاي الأشياء هاي كلياتها إذا كان الإنسان برجع بقول حريص على إنه يعرف يتأقلم مع الكلية تبعه وعلى الأمور هاي، بتلاقي كتير فرقت معه. وهي مشكلة عند الكل نوعا ما، هي التأقلم مع الحالة. حتى مثلا الحمية الغذائية بتلاقي كل شيء ممنوع مرغوب، فقديش فيه الشخص المريض يلتزم بتأثر نوعا ما على سلوكه الصحي. خلينا نحكي إذا في حدا عنده غسل كلى وما التزم بهي الحمية، قديش بتأثر؟ يعني يجب الالتزام. غسيل الكلى كلياتنا وقت بيغسل، وقت بيغسل للأسف نقوله بدك يا. لكن يا عزيزتي نحن عنا منقول وقت مرضى الكلى منحاول نحن سيناريوتنا للعلاج نحن كأطباء وأخصائيين تغذية إنه يلا أنت راحت عم تنتقل من الجزء الأول للجزء الثاني، بس بدنا ياك شو بنقول الحل له؟ إنه علاجك إنه مشان ما تغسل من رعبه، مشان ما تغسل، فبيصير مهيئ رسميا للغسيل. بفوت بحمية الهي بيقول ما بصدق إلا إمتى بقى أغسل. بس الغسيل معاناة، معاناة جدا. كتير بدي أحكي عن إنه الإنسان اللي بيغسل كيف يحافظ على بروتين عضله. كتير الحركة مهمة لأنه فقد هلأ المادة الغذائية اللي بدها تفوت له البروتين. فنحن كتير نهتم بشي العامل الحركي، العلاج الفيزيائي يبلش يمرن عضلاته. أول ما حدا مثلا قال له بدنا نبلش جلسات غسيل أو أي شيء، يضل يهتم كتير بالرياضة لأنه العضلات بتضمر مع الحميات القاسية بالكلاوي. لكن هو بدأ ما فات غسل ببلش يفتحوا له الحمية يعني. بس نحن إن شاء الله ما بنوصل لهالمرحلة. في نقطة بسيطة بس غلط نفتح له إياها بشكل كتير كبير، لازم أكيد يكون محدد. يعني دائما بقول لك مثلا كل اللي بدك، لا لازم يكون في بنركزه وشو نصير ياكل اكل بيفيد الكليه. الكليه بيفيدها ماده اسمها النحاس، معدن النحاس اللي هي موجوده بالمأكولات شوي البحريه. اهم بروتين له بفتره عندك اياها معاناته بهالقصص هي بروتينات السمك. ايه ماشي، لانه كثير هلا صعب شوي، هلا صعب كل شيء بكل شيء. هلا بتسردين انا بس حابه احكي فكره يمكن بعيده عن هالمحور هذا، انه كثير بيعانوا منها المرضى خاصه اللي بيتكرر عليهم الالتهابات المجاري البولية. هلا في شيء بالعلم اسمه الشيء اسمه الحالة الارتكاسية لالتهاب المجاري البولية. يعني بتلاقي أخذ أدوية التهاب، أدوية التهاب ولسه عم ترتكس الحالة. يعني خاصة المجاري البولية لأنها هي مركز إصراف سموم. فهي القصة كتير حلو في اللي يعرفوا أخواننا المشاهدين في وصفة جدا من التوت العلي أو التوت البري. هذا التوت البري بيعمل حموضة معينة بالمجاري ما بيخلي تلتصق عليها العنقوديات أو الجراثيم تبع التهاب المجاري البولية. حتى لو حاولت إنه بعد فترات معينة من أدوية التهاب قوية إنه بيقوى عاملها الوراثي، بتصير هي بتهاجم أي دواء التهاب، بتصير عندها مناعة. فبتلاقي فات بدوامة أدوية التهاب، أدوية التهاب. نحن نخاف على الكلية من أدوية الالتهاب، فلذلك حتى إيقاف الهجوم العالي من هالأدوية الالتهاب هاي العالية خاصة لكبار السن. شو بنعمل؟ بنعطيهم مشروب من التوت العلي أو التوت البري. نحن ببلادنا ما كتير نعرف هذا التوت الشامي. التوت الشامي ممكن يكون فيها المواد هاي، بس أنا بقول التوت البري هو مادة رائعة للناس اللي بتعاني، الأطفال اللي بتعاني من تكرر التهابات المجاري البولية. سبب قبل ما نختم خلينا نحكي، بيصير في يعني عند التخويصات وعدم الالتزام بالحميات الغذائية ردات فعل للجسم طبعا بأمراض تانية بتأثر طبعاً. ممكن كثرة الريجيمات والحميات البروتينية والحميات اللي هي فيها اللي بيهمني أمره هلأ ندرج موضة الصيام المتقطع. ينتبهوا بس إنه الصيام المتقطع مو بس عن يعني عن المي، يشربوا مي يعني عن ما قلي المي تفوت.
خاصة أنا بجسمي عم يخسر نسبة عالية من الدهن، فأنا بيهمني أمر هاي المواد الاستقلابية تبع الدم والأمور هاي كلياتها إنه ما تكون مجهدة على الكبد، عفواً على الكلية من دون مي. فهي الأمور هاي ننتبه عليها. الردات الفعل نعم في ردات فعل كتير عنيفة للكلية وبتفاجئك بشكل فظيع. يمكن هو الالتزام بكل شيء حكيتي، لأنه وقت ما خلص نروح لموجز الأخبار. حكيتي يمكن معلومات كتير قيمة ومهمة، مثل ما قلتي مرض الكلى هو نوعاً ما بده حمية وبده التزام وبده رعاية كتير كبيرة. بدنا نشكرك، رح نتابع حديثنا عن هذا الموضوع بحلقات قادمة. شكراً للمعلومات المهمة اليوم. شكراً لك، شكراً كتير لك ثواب.